السلام عليكم خوتي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. شكرا بزاف اخوتي على لي كومونتير ديالكم وعلى السيبورت ديالكم، شكرا من القلب. المهم اليوم واحد التحدي هربان ديال بصح، وكنت شحال هذه بغيت ندير هذا التحدي، ولكن قررت اليوم غندير هذا التحدي ان شاء الله. تحدي صعيب بزاف اخوان. التحدي شناهو؟ هو اننا غادي ندخلوا لواحد الدار مهجوره اخوتي، دار مهجوره ومسكونه بالجن اخوان. علاش تقول لي علاش مسكونه بالجن؟ حيت دوك الناس اللي ساكنين حداها كانوا كيقولوا لينا راه كنسمعوا شي اصوات تما لداخل، ما فهمتش كيفاش. المهم غادي نمشيو غنكتشفوا هذيك الدار المسكونه اخوتي، غنكتشفوها وغنشوفوا واش كاين فيها هذا الشيء ولا ما كاينش، ولا غير تخيلات عند الناس اللي ساكنين فيها. في الرنادي راه مجد، هانتوما الخوت راه مجد وعندي كل شيء عندي دابا. وانا راني نلبس الصباط ديالي لحقاش تما كيكون الجاج في الديور المهجورين، كيكونوا الجاج وكيكون بزاف، كيكونوا الحشرات، كيكونوا الحنوش. ضروري خاصنا نكونوا مسلحين اخوان. لبست القاب ديالي وضروري اخوان الضو هذا البيل الخوت، شوف هذا البيل وملصق فيه الكاميرا هنايا باش اي حاجه بانت ليا نصورها لكم اخوان. ودابا صافي راه غنستعدوا دابا وغادي نتحركوا ان شاء الله باذن الله. المهم الخوت راه حنا وصلنا دابا للدار المهجوره اللي قلنا لكم غادي ندخلوا ليها. وهاد الدار هذه كيقولوا كانوا فيها شي لعيبات، شي طقوس كيداروا في هاد الدار ما عرفناش شناهما. ودابا غادي ندخلوا نكتشفوا الخوت. وسام راه طلع، ها هو طلع فوق السور، انا غنطلع حتى انا دابا. بسم الله يا بسم الله، يا ربي السلامه، يا ربي يا ربي السلامه، يا ربي. عاودوا لي الشطار شي معاودوا لي. اسام عندك يا بسم الله. السلام عليكم، ندخلوا من تما. يا ربي السلامه، يا ربي عاودوا لي الشطار راجين. اش هاد الشيء هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. اسكت قالوا شي طقوس هنايا، واش هادي؟ ما عرفت شناهي، واش دار ولا. السلام عليكم. حنا مسلمين وطالبين التسليم. السلام عليكم. بسم الله النبي العظيم. اش كيدير اخوان؟ الرعب والله يترعب. شنو هادشي؟ هادي بحال دار مدرسة واقيلا مهجورة، ماشي دار اخوان، هادي مدرسة. يا ربي السلامة، يا ربي السلامة، بحال هاد المدارس هادو راه كيسكنو فيهم. يا ربي السلامة، يا ربي. سامة؟ شنو؟ شنو؟ فريخ زقزقه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا السلام، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. شو دير بحال القبو هذاك؟ شي نهار نديرو تحدي ديال البياته في دار مهجوره، شنو بان لكم اخوان؟ يا ربي السلامه. المهم توصلوا لهذا الفيديو 10000 لايك نجيو نباتو هنا. يا ربي السلامه. شو هاد الكتبه هذه؟ يعني كان كيجيو بنادم هنايا العين. شنو هو؟ قراصه. مدرسه هذه، مدرسه قديمه. وانا مدرسه راه كيسكنوا فيها. كنت بالي هذاك صاحبي كان تحب شي واحد هذاك. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شو هاد المدرسه الخوت مهجوره، محيد عليها السقف، نايد فيها الربيع. يا ربي السلامة، يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي. المهم كيبان لي هنا ما كاين حتى طقوس، فين هما داك الطقوس اللي قالوا لينا؟ السلام عليكم. أسامة كاينة شي حاجة تحركت هنا، والله هي تحركت شي حاجة من هنا. شوف تحركت شي لعيبه، مع كاين قبو هنايا، كاين قبو شتي، تحركت شي لعيبه هنا. والله الا كان واش فرخ ولا 100% غيكون الفراخ. شو الخوت راه داير قبو تما، كاين قبو.
يا رب السلامة يا رب السلامة يا رب السلامة يا رب السلامة. شراء واو يا رب السلامة. أسامة الشراء ها يا رب السلامة. شو هنا راه نخلة هذه هاري كنلعبوا فيها. هادو هاد الطواليطات هاد طواليطاش هادو كنا طواليطاش جبير بير بير بير. بسم الله السلام عليكم. وهو السميع العليم قل هو الله احد الله الصمد. شو حفره يا صاحبي. هذا بير هذا 100% بير. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربي السلام والله تا الرعب الخوت قسما بالله الدقات ديال القلب ديالي كيتزعزعوا مع هاد البلاصه هادي. قالوا لنا كيكونوا فيها شي طقوس شي عيبات وراه مدرسه كبيره كبيره اخوان. ها ها زقا بسم الله الرحمن الرحيم. اسامه 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 يا عبد السلام كل وين اختك يا الخوت الخوت والله ما نكذبوا عليكم اخوتي. ايتا كانوا كيقول لنا كاينين شي طقوس هنايا. شو هادي شو هادي شراسم يا ربي. واسمع اسامه اسامه وتشوف بسم الله الرحمن الرحيم. شو 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 واحد كان كيحرق شي لعيبه هنايا شتوها شركات بين يا ربي السلام يا ربي سفيان وتها بلاتي يا صاحبي. شوف واش كاتبين. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. هنا كانوا كيديروا شي لعيبات هنايا. هنا مثلا كاين شي لعيبات هادشي ديال السحر ما تبقايش شي حاجه بيدك. تريح ريح انتوما اللدون اللدون شحال يدك اللدون هذا والله تفري اللدون والله تفري الدراري بصح. الناس اللي قالوا لنا راه كيديروا بنا السحر وداك الشرب بصح. يا ربي السلام يا ربي السلام. دابا اخوان قلبنا دار بدار ما لقينا والو. لقينا تقريبا غير هذاك النحاس تمايا ما عرفتش علاش دايرين شي طقوس. راه كيكونوا شي طقوس هنايا وكاينين الرسومات ما عرفتش شكون اللي كيدخل هنايا. وهذا الشيء راه داير به الصور كيف لاحظتوا راه دايره به الصور المدرسه. وبسم الله الرحمن الرحيم حنا راه بغينا نكتشفوا هاد البلاصه واش فيها داك الشيء اللي كانوا قالوا لينا الناس ديال البلاصه هنا. قال لنا هاد البلاصه راه خطيره كيدوزوا الناس من حداها كيسمعوا الغوات كيسمعوا ما عرفناش هاد الغوات ديالاش مالك ها. بسم الله الرحمن الرحيم يلا باش نمشيو لبلاصه اخرى. ها نمشيو لديك البلاصه اخرى غنمشيو ليها غنمشيو ليها واحد المستنقع على الخوت. المهم غادي نمشيو ان شاء الله باذن الله لواحد البلاصه اخرى ثاني. قال لنا تمايا كيكونوا شي لعيبات بالليل غادي نمشيو ليها ان شاء الله باذن الله ونكتشفوها. هنا راه هنا راه الخوت راه كاينين شي طقوس ولكن ما عرفناش تقريبا ديولاش. لقينا تما لدون شي حاجه محروقه هادشي اللي لقينا. يا ربي السلامه يا ربي. هاهي في الدوره هنا شو شو اجي 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 شي لعيبه تحركت من هنا شي لعيبه شو شو شنو هي هادي هادشي ديال الحرب هادشي شو شو اسامه اسامه وانت اجي يا صاحبي. يا ربي السلامه يا ربي يا ربي السلامه. والله حتى غامرنا قسما بالله باش داخلين هنا غامرنا غامرنا بزاف. بعد هنا الناس ديال المنطقه هنا كيقول لك ممنوع انك تجي لهاد هاد البلاصه هذه. حنا كنا كنسحبوها دار ولكن هي مدرسه مهجوره. بالسلامه يا ربي. التوك توك ديالنا وصلنا ليه الحمد لله. اش بان لك في هاد الدار مهجوره اسامه؟ مرعبه ديالها بصح. واحد خونا راك في واحد الطوموبيل شافنا هو يهرب من فهم. الله الا شافنا هو يهرب. اخوان دابا غنشدوا الطريق شد الطريق ديالنا غنمشيو للغابه. دابا غنمشيو للغابه بالليل
شنو؟ السلام عليكم. واه مالك اصاح؟ فين يا شيخ؟ ويلي؟ طيله بصح والله. الف يا ربي. يا ربي يا ربي، حنا كنقلبوا على شي حاجه. كنقلبوا على سير سير سير. السلام عليكم. ها يا ربي السلامه يا ربي. اجي وايا وايا، شكون تما؟ اجي شكون تما؟ سفيان. شكون تما؟ وسفيان. يا نعم انت راغن وي وموتوري. وراه تريح ريح الارض سفيان. راه كنصور انا، راه كنصور. راك اجي اجي سفيان. موتوري جا موتوري انت. اجي راه كنصور. اجي شنو واش؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وايا كنصور. عندك شكون اللي شير بشي حاجه؟ انا والله يتس. بسم الله الرحمن الرحيم. ها وايا يا ربي السلام. يا ربي السلام يا اخوان. برب الكعبه عليكم. ها واش يبان الشيء اللي كيبان؟ ها برب الكعبه. ها راه كنصور. ها دخل الغابه والله. دخلت الغابه برب الكعبه. قل هو الله واحد. الله الصمد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. هيا ها كاين شي حاجه هنا اخوان. قسما برب الكعبه. قسما تشاز. ديماري الموتور. ديماري الموتور. ها هي راه غنفرقع على امك عينك. تشوف وتريح وجوج. ها اجي اجي تاجي ورا مقلب. تاجي مقلب ناري. مقلب امي 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 دارنا مقلب. امي امي الله يلعن لكم الوالدين. فوق حسزره. امي ودار لي مقلب. امي والله تحشومه. والله تحشومه عليكم. والله خوت لا خوت لا خوت. أيوه. ها هذا بزاف الداري. ناري دار لي مقلب. خويا خويا ناري. اسمع علينا. بوريشا اخوان. قسما برب الكعبه اي ما عارف شي حاجه. قسما برب الكعبه انا ولكن انا قصدتها. قصدتها ولا ما قصدتهاش؟ قصدتها ولا ما قصدتكش؟ قصدتك ولا ما قصدتكش؟ والله حتى قصدتها. والله الا غير شوف هذا شوف هذا شوف هذا حتى ناري يا صاحبي. ناري 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 ولكن قصدتها. قصدتها هذا تسطع. ناري قصدتها. شوف الخوت شو وزي مع صورتها انا. ويلي مع السزر. قسما انا كنسحبها بالصحه صاحبي. والله يا اخي انت عارفه انا كاينه هنا. عارفه كاينه هنايا. قسما عام داروا بيا ثلاثه اخوان. عرفوا ايوب دار. عرفتوا عرفتوا ثمانات فازقه. شوف الخوت قسما برب الكعبه حتى داروها بيا هادو. هذا عندك هذا عندك هذا وعندك هذا حمزه داروها بيا. والله حتى داروها بيا. اسامه اسامه والله ما تبقى فيك. والله ما تبقى فيك. يلا انت جاي انا ويا على اساس الخوت دار مهجوره باش ندخلوا ليها. دخلنا لها كيف لاحظتوا ولكن داروا لي هذا الفقانار. قسما برب الكعبه. ها هو واش قصدتك ولا ما قصدتكش؟ قصدتك ولا ما قصدتكش؟ ناري الخوت كنسحبها بالصح انا. في الاخر في السقيف عندك. هذا راه عارف الكاميرا راسك. وفا تهربني انا كنقول ليه زيد وكنقول كيقول لي نهرب وكنقول ليه لا زيد. شدو الموتور الموتور معانا. انا ناري يا خويا ناري. شوف شوف خلينا ندوب على الكاميرا. يا ربي خوت هذا راه سميتو درنا برانك.
لا خدام برانك اخوتي هادو سفيان ولكن راه خوتي درنا برانك اخوتي سفيان راه الصراحه جينا مع الصباح ودرنا برانك لخويا سفيان وراه عندي كل شيء وكنطلبوا من الله يسمح لينا اخوتي شوف شوف اخا كانت هي انا عارفها كاينه هنا في هذه الغابه كاينه هذيك عيشه كاينه شناها وريتها لاسامه داك الشيء علاش دوزني من هنا وقال لي يلاه ندخلوا للغابه قلت لي يلاه ندخلوا للغابه ماشي مشكل حنا على اساس اننا غادي الدار المهجوره اللي وريناكم وهذا الشيء راه فري وهذا الشيء فري فري ولكن خوش هانتوما ولكن الدار المهجوره الدار المهجوره الدار المهجوره راه الفكره ديال سفيان قال لي مشيو للدار المهجوره قلت لي مشيو ولكن انا خاشي لي الجنيه خاشي لي هنايا حط ايوب صراحه كنشكرهم بزاف تحياتي ليهم عرفتوا الخوت باش بقى هنايا اربعه السوايع وما هنايا كيتسناو فينا وحنا بركين كندورو وما جالسين وسط الغابه كيتسناو فينا الله يعطيكم الصحه الدراري واتقنتوا الدور واتقنتوا الدور انا كنسحبها وكنسحبها هي انا كنسحبها هي وانا اللي حاطهم هنا انا اللي حاطهم هنا بريزونطيهم وتخلعت ولكن اسامه واش انا قصدتها ولا ما قصدتهاش واسفين قصدتها حنايا شي هنايا كون ما كانش شي انا كون ما كنتش داير معاهم المقلب ترى غنزل الحجر وغنبدا نشي راك عارفني يا ربي نكون كنحلم انا قصدتها اسامه كيهرب لي بوي وانا قصدتها خويا ناري 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 اصعب اصعب تجربه صراحه انا لا ما عارفش ما عارف والو انا ما عارف والو لبس شو اخوتي كي خرجت لينا شو شو اخوتي شو هانتوما الخوت شو كيجلس سفيان شو كيجلس زيد ايوب دير كيك تي خارج يا ربي السلامة يا ربي شو الخوت شو خرجت لي هبط هبط على حوايجك صافي راه بغيت نفركل انا وحنا كنشوفو بغيت نفركل راه بغيت نفركل انا بسم الله الرحمن الرحيم قسما بالله جا كتنفركل قسما بالله واخا انا مولف هاد الشيء هذا مولف باش ندخل الغابة ولكن خرجت لي فاس فاس صافي وليت انا باغي نشوف فيه ما رجعش وليت باغي وقف دار هذيك المطار خلاص ما والو ما انا راه وقفت عليه ما خرج هنا خرج هنا ناري يا خوتي انت عارف انا خيتي كتكون انا ما عرفتش كيفاش تصبر طرا شادني الضحكه غالب علي الضحكه كنشوف سفيان كيغوت مني تقول لي ضحك كنموت شو ما عليك صح شو ما عليك حشومة عليك أيوب صح حشومة عليك أيوب صح حشومة عليك أيوب صح راه هادشي راه يتسطى فيه بنادم أصاحبي والله تيتسطى فيه بنادم يلا ورا بزاف أصاحبي والله تا أحسن مقلب غيديروا لي لحد الآن أحسن مقلب لحقاش أنايا قسما بالله إيتا كنسحب داك الشيء فري كنسحب داك الشيء فري واش قلت لك شي كلمة من هادشي ما قلتي لي والو غادي معايا وكنقلبوا ومنيتو شنو نقول لكم واحد الكلمة تقليد فك تافي الا قلت لسفيان شي كلمه من هادشي ما قلت لي والو الا ما رعبني انا حسيت خليني ما داك البرانك شي يقول لك تيتشافقوا ويقول لي نحطوا هنا واحد لابس الابيض وما كاينش درنا لي داك الشيء وجهي تقش ولا فيه القشعريره قسم بالله ولا وجهي ولا فيه القشعريره رب الكعبه خصك تعرف مول الفكره انت بزاف انت مول الفكره انت بزاف راه هو مول الفكره انت بزاف هو وشو اخوتي راه جايين للغابه شوفوا الغابه كي دايره الغابه والغابه هاد خير هاد الغابه هادي مسكونه فيها هاد الغابه هاد الغابه مسكونه كيف كتلاحظ يا ربي السلامه يا وما انتما الموتور اسمعك انتو ما تنقوا ليا اسمع اخيب مقلب اخو اسمع بلوتوث كونيكتي راه هو ما خدمش مازال بغى يطلقوا لي هادشي اخويا كنت طلع لك هذه قبل تقبل ما تطلق كنت طلع لك هذه كون هربتي اسمع جات الصوت يا جات الصوت اسمع هو غير انا والله الا على بالي دار خالي يا اسمع اسمع اسكت اسمع كون سمعت هذه كون هربتي دري كيبكي جات الصوت ناري يا صاح ناري اسكت 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 اسمع جد اما خدمتش هذه يا ربي اسكت اسكت اسمع هادو بالرجوله هادو بغا يسكتوا لي قلبي وحق الرب لا بغا يسكتوا لي قلبي المهم الخوت قسما بالله حتى كنت انا ناوي على دار خاليه غادي نصوروا فيها وغادي ندخلوا ليها لحقاش هذيك الدار كانوا كيقولوا لنا راه فيها شي طوقوس ما عرفتش كيف دايرين وقال لي يا اسامه اجي نكملوا الغابه صورنا تما ونكملوا في الغابه ثاني ندخلوا للغابه وهاد الغابه راه ديجا قلنا لكم هاد الغابه كان فيها عيشه كانت هاد الغابه مسكونه اصلا ودوزني من هنا ودار لي هذيك اللقطه راه كيف شفتوه في الكاميرا
انا كنغوت بدون شعور قسما برب الكعبه حتى كنغوت بدون شعور. راك تشوف اخوتي ناري راه هادشي خطط لي انا مع الصباح ناري بزاف من الصباح وانا كنضرب في العذاب ولكن راه صدقات 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 صدقات. انا قلبي وقف قلبي وقف تزعزع عليا قلبي ولكن اخوتي راه شوف شو اللي زار بيادو والله اذا دعيتكم ودعيتكم الله بالرجوله دعيتكم الله اخوتي دابا كوقف لي عقلي كما كتشي شجاع كما كتشجاع. اسمع اسمع انا مناش خفت انا انا البلا اللي كيتخايف منه كتخايف هاد الدراري مريحين هنا لابسين الابيض ويكون دي شي واحد من المواطنين ديز من هنا ويشوفهم مصيبه ناري. مازال سفيان انا راه قلت ليهم ما تخيلوا دابا كون كنت انا وسفيان غادي يغبر ايوب ما يبقاش يبان ما يتسطاش. وتصور معايا تصور معايا اخوتي جايين على اساس كنقلبوا على الجنون وما خايفينش منهم وغندخلوا لدار مهجوره فيها 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 دوك الطقوس اللي كيديروا وغنجيو غنلقاها خارجه بحال هكاك. انا راه لا اله الا الله راه دابا حد الان باش نوجه حد الان باقي 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 مديخ المهم الخوت دعيتكم الله الدراري هادشي اللي نقول لكم دعيتكم الله مره اخرى مره اخرى اش انا راه فيديو كنموت من الضحك وكيقول لي خرجي ليا خرجي ليا خرجي ليا كنقول ليها كي كندير حمزه خرجي ليا وكنبعد يلاه خرجي ربي بصح المهمه ديالك لما كنديرها بصح الله يعميني يلاه يلاه بس عبيره لا اله الا الله شوف منين مالاشاش راه داك هو الرباح الحمد لله حيت هادشي راه صعيب وشوفوا ما كننصحكمش ايماني في الله انا عارف سفيان شاد شويه عرفتي علاش الحمد لله راه حيت هادشي واعر راه صعيب اخوتي صعيب اخوتي قسم بربي كنت بغيتك انا وهو كنقول ليه برانك وبقى كيشوف كنقول ليه راه برانك والله الا دابا الزغب ديال الزغب ديال راسي وقف قسما بالله حتى كنت باغي نبكي راه عرفتي شنو هو الشا وانا اصلا عارف البلان اللي هنايا راه ما يمكنش اخوتي قسما بالله عيني غرغرو عيني غرغرو وليت باغي نقلب على شي بلاصه شي مشطه ود الحرام ود الحرام غتشرك ليزا ود الحرام تقول لي مشطه بطايب بطايب الحمد لله شمني قال لي برانك اسامه قال لي راه كنضحكوا صافي ديك الساعه بردت المهم الخوت انا كل شويه عطاونا بيمو عطاونا بيمو باش يرد الحلاوه رد الحلاوه ورد الانرجي لا حقاش قسما بالله احسن برانك غيدار ليا في حياتي قلت انا بالصح انا بالصح حيت انا كاينه شي لعيبه هنا في هذه الغابه وجايين نكتشفوها تصور معايا مع بوجهك شي تكتشف شي لعيبه وتخرج لك اسامه دعيتك الله ياخذ فيك الحق علمنا درس خاص ما بقى جينا حمزه دعيتك الله ياخذ فيك الحق اسمح لينا هانيه عايشه هانيه هانيه عايشه ولكن الدراري راه غتخدموا معايا في واحد الفي ما نقولهاش باغي يدير لي برانك شوف والله عقل عليها انا راه غنهز الحجر وغنبدا نشير عقل عليها عقل عليها وانت راه كنتي باغي تخلي الموطور انا ما سمحتش فيه وماشي باغي نخلي الموطور راك انت داير لي برانك هو ما باغيش يفهم البلان فهمتك انا كنقول هو موطوري وموطوري باغي نخلعو واش ولكن انا راه ما تتفكش مع الموطور كنشوف في الموطور مليون و 140 كنشوفها غتضيع انا قلت اش قلت يقدر شي ثاني شي شفاره يكونوا في الغابه ويديروا لنا هذا القنار ويديروا لنا الموطور هذا الشيء اللي قلت علاش سميت غادي عندهم قاصدهم حق الرب كيدوا مع الجنون تقول لها وراني كنصور الله يما نكذب عليكم اخوتي داك الشيء بدون شعور كندوي بدون شعور قسما بالله خوش. انا كنت باغي باقي ما نطول في البرانك ولكن كنا غادي نديرو في الخطه الاساسيه الخطه اللي فري بغيت تسطيوني كنا غادي نشعلو الضو وهو يقول لي ها هما هادشي اللي درت انا وايوب والدراري يقول لي ها هي وانا نقول لي راه ما كنشوفهاش ناري. ولكن اخوتي هو سفيان انا راه شايفها وسفيان ولا كيخرج واحد الكلمات ناري. لا اراديه شي هضره عمرني سمعتو كيقولها راه ما يمكنش يعني صافي وانا نقطع البرانك وليت يا ربي تسمح لي اخوتي كنخسر الهضره ما فهمتش بدون شعور ما فهمت اخوتي والو لا شوفو طبيعي اي واحد يطرى على البلان يقدر يعاير بهضره خايبه يقدر علاش راه سمحوا لي اخوتي كنا غنشعلوا ليه العاب باش عرفتي شنو باش عرفتي خوت باش تشوف جنيه خارجه لك مباشره اسامه ديك النهار فاش كنا كنصيدوا قنيه هنا شعلت لينا العافيه ولا ما شعلاتش راه ديك هي كنا بغينا قسما برب الكعبه قسما بالله ما نكذبوا عليكم كنا كنصيدوا قنيه سفيان كنصيدوا قنيه ونحيدوا منها وكنا في هذيك البلاصه سمع فيها في هذه البلاصه نيت بالضبط هذه البلاصه وما كانش العافيه في هذه البلاصه في كنا منين تحركنا ويقول لي سفيان شوشو ملي كندورو كنلقاو العافيه كتشعلو كتطفى بوحدها والله العظيم اخوتي قسما بالله والناس ديال المنطقه راه هنايا عارفين هاد البلاصه مسكونه اخوتي
وترا كيجي عندي هذا ما حسيت قال لي راه طاري لينا وطاري لينا وداروا لي هذا البرانك فهاد البلاصه قسما بالله تخرجات مني والحمد لله على كل حال على الشجاعه ديالي بعد الحمد لله كنشجع راسي على الشجاعه وحضرت عقلي وقصدتها ومع ذلك كنصور ولكن كنحمد الله على هاد القدره زعما ديال انك تشوف واحد الجنيه وتشي تصورها الحمد لله على هاد القدره هادي وهذا الشيء اخوتي تجارب يعني كنبات في الخلا كنبات راه واحد اللحظه والله شهر بالله صافي شهر صافي الحمد لله حنا المهم اخوتي كنتسناو فيكم تجيو وحنا مخلوعين وحق الله وانا كنشوف فيك كنقول ناري يا عندك تخرج لنا شي وحده اخرى اللي فري وغنولوا حنا اللي مدردكين انتوما حنا من الله كي جالسين في هاد الغابه المهم الخوت كنتمنى يعجبكم هذا البرانك هذا ولا ما عرفتش كيفاش داير اخوتي تحياتي لكم والسلام عليكم.